إنهم يكذبون. فلم يكن حصاراً وإنما مقاطعة، إجراء لم يكن المقصود به الشعب القطري بل حكامه الذين خرجوا عن السياق العربي واتخذوا من الإرهاب لغة يتحدثون بها، معرضين شعبهم وشعوب المنطقة كلها للخطر. فلا مكان لدولة ترعى الإرهاب على الخارطة السياسية، لذلك حاولت دول المقاطعة مرارا إقناع الدوحة بالتخلي عن ذلك السلوك. رد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون. نعم، كان ردها مخيبا للأمال، أتبعته بالتمادي في سلوكها، فتم اتخاذ القرار في محاولة لتقويم سلوكها وإعادتها للحضن العربي بأياد نظيفة من الإرهاب. هناك مقاطعة سياسية، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة، فهذه ستستمر إلى ما حين تعدل قطر سياساتها إلى الأفضل، ونحن كلنا نأمل ذلك. تجاهل حكام الدوحة ذلك واتخذوا القرار ذريعة لترويج الأكاذيب، فأصبحت وسائل إعلامهم منابر لمهاجمة قادة هذه الدول باختلاق قصص وفبركة أخبار لتشويه سمعتهم. وهكذا كان قرار المقاطعة العربية واقعيا وعمليا، فها هي فضائح حكام الدوحة تتكشف واحدة تلو الأخرى، أياد ملوثة بالدماء من مصر إلى سوريا ومن ليبيا إلى الصومال.